بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سوف نناقش صياغة نواتج التعلم وطرق قياسها. هذا هو عنوان هذا الفيديو أو الورشة. أهداف الورشة هي صياغة نواتج التعلم والتخطيط لقياس نواتج التعلم. طبعا بعد التحديث الأخير على نواتج التعلم 2020، قد يتساءل البعض عن سقف ماذا يعني وما الفرق بين السقف و NQF. الصياغة الصحيحة لنواتج التعلم ما هي؟ كيف يتم صياغة نواتج التعلم بشكل صحيح؟ وما هو وضع اختبارات الحالية في تقييم النواتج؟ هل فعلا تساعدنا هذه الاختبارات على قياس نواتج التعلم بطريقة مناسبة؟ بالإضافة إلى قد يكون هناك بعض الأخطاء في تصميم الاختبارات وسوف نتحدث عنها وسوف تتضح للجميع بعد هذه الورشة إن شاء الله. سؤال آخر، على أي أساس نحدد عدد الأسئلة والدرجات لكل ناتج تعلم؟ سوف نتعرف على هذه الجزئية أيضا. ما فائدة تجميع عناصر الاختبار؟ سوف نتحدث عن تجميع وفائدة التجميع في الاختبار. متى وكيف يتم تقييم المعارف والمهارات؟ متى وكيف نقيم القيم الخاصة بالمقرر؟ صياغة النواتج لابد أن نركز على عدد من الأمور، وهي يجب أن تكون واضحة، يجب أن تكون النواتج واضحة، يجب أن تكون محددة. نتساءل هل النواتج محددة بالفعل؟ هل نواتج التعلم قابلة للقياس؟ هل نواتج التعلم متنوعة؟ هل نواتج التعلم شاملة؟ هل نواتج التعلم مرتبطة بالمحتوى المراد قياسه؟ هل نواتج التعلم مرتبطة بنواتج البرنامج؟ هذه أمور لابد أن نسأل أنفسنا عندما نفكر في نواتج التعلم وصياغتها وقياسها. بالإضافة إلى هل نواتج التعلم متوائمة مع الإطار الوطني للمؤهلات؟ لابد أن نأخذ هذه الأمور في الاعتبار عندما نقوم بصياغة نواتج التعلم. الإطار الوطني، كما ترون، الإطار الوطني هو نظام وطني شامل وموحد لبناء المؤهلات وتنظيمها وتسكينها. في ضوء ماذا؟ في ضوء نواتج تعلم تشمل المعارف والمهارات والقيم، هذا مهم جدا، وهذه النواتج متدرجة أيضا، هذا مهم، متناسبة مع المرحلة والمستوى المطلوب. لذلك مستوى البكالوريوس يختلف عن الماجستير والدكتوراه إلى آخره من ناحية قياس أو صياغة نواتج التعلم. غالبا كلما المستوى كان أعلى كلما كانت النواتج أكثر عمقا وأكثر بعدا. مجالات التعلم ونواتج التعلم، طبعا المجالات تتكون من أمور أساسية وهي المعرفة والفهم كمجال الأول، والمهارات ثم القيم. نواتج التعلم طبعا تعريفها هي تحدد ما هو متوقع من المتعلم معرفته، وتكون أيضا قابلة للقياس في ضوء أدوات تقويم معينة. طبعا هذه الأدوات تكتب في توصيف المقرر بطريقة صحيحة وتساعد الأستاذ في قياس هذه النواتج. المعرفة والفهم طبعا غالبا تركز على فهم الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات والعمليات إلى آخره. غالبا تكون أمور عامة أو خاصة أو معارف عامة أو خاصة، قد يكون موضوع واحد أو أكثر، بالإضافة إلى التدرج في المعرفة من معرفة حسية إلى معرفة مجردة، ومن معرفة بسيطة إلى معرفة تراكمية. تعقيد المعرفة حيث يجمع بين نوع المعرفة وعمقها واتساعها، ليس مجرد حفظ بدون فهم. لذلك المعرفة والفهم غالبا يعني تعتمد بشكل كبير على الحفظ والفهم، هي مجرد معلومات يستخرجها الدارس أو الطالب من ذاكرته. فالأفعال المناسبة لقياس هذه أو هذا المجال، يذكر، يعدد، يكتب قائمة بكذا، يعرف كذا، يميز، يتعرف على، هذه جميعها تخص المعرفة والفهم. بالنسبة للمهارات، لدينا مهارات إدراكية تخص التفكير الناقد وحل المشكلات والاستقصاء والإبداع. لدينا مهارات حركية يدوية سايكوموتر. لدينا أيضا مهارات تواصل كتابي لفظي وغير ذلك، ومهارات أيضا عددية. هذه جميعها طبعا وتقنية معلومات تساعد في تنمية مهارات الطالب بشكل أفضل.
المهارات غالبا نحتاج أفعال معينة مثل يطبق، يقارن، يحلل، يقيم، يلخص، ويوجد كذا أو يبتكر كذا. فهذه الأفعال المناسبة لقياس أو صياغة نواتج التعلم الخاصة بالمهارات. القيم والاستقلالية والمسؤولية، طبعا هذه من ضمن النواتج، وهو المجال الثالث. نتكلم عن الأخلاق الأكاديمية والمهنية، نتكلم عن التعلم الذاتي، نتكلم أيضا عن القدرة على العمل مع فريق وتحمل المسؤولية. غالبا في لصياغة هذه النواتج نحتاج إلى يظهر كذا، يظهر المثابرة والإصرار، يبني علاقات إيجابية، يلتزم بالأخلاق المهنية والأكاديمية، يتخذ قرارات منطقية ومناسبة، يقود فريق العمل بمرونة وفعالية. هذه أفعال مناسبة لقياس ما يخص القيم والاستقلالية والمسؤولية، وهو المجال الثالث. إذا عندما نعرف أن لدينا في كل مقرر معارف ومهارات وقيم، نبدأ في التخطيط لقياس هذه المعارف والمهارات، نبدأ نفكر في الوزن النسبي لهذه المعارف والمهارات، ثم نبدأ بالتقييم، وبناء على ذلك نتخذ إجراءات معينة بعد أن نقيم الطالب. إطار وطن المؤهلات كما ذكرنا يتكون من معارف ومهارات وقيم. المعارف هي معرفة البيانات والحقائق والمعلومات، وتعتمد بشكل كبير على حفظ الطالب. المهارات وهي القدرة على تطبيق المعرفة في ممارسة عملية، وتعتمد أيضا على مهارات الطالب، تطبيق ما تعلم الطالب عمليا. القيم كما ذكرنا تخص السمات الشخصية للطالب والجوانب الأخلاقية إلى آخره، وكما ذكرنا لها طرق قياس مختلفة. جميع المعارف والمهارات والقيم غالبا تكون مرتبطة بتصنيف بلوم المهارات، وهي الفهم والتذكر تخص الجانب المعرفي، بينما التطبيق والتحليل والتركيب تخص الجانب المهاري. وهذه طبعا جميعها تنعكس في القيم، وتنعكس أيضا في سلوك الطالب، والتي يقيم من خلالها الطالب لاحقا وفق نماذج معينة. بناء نواتج التعلم نحتاج إلى التعرف على الرسالة والأهداف، نحتاج أيضا خصائص الخريجين، سوق العمل، الخبراء والمختصين، نحتاج أيضا لإطار الوطن المؤهلات. وعندما تكون هذه الأمور جاهزة لدينا، رسالة وأهداف، خصائص، سوق عمل، خبراء، إطار وطني، نبدأ بصياغة نواتج التعلم في البرنامج، ثم صياغة نواتج التعلم في المقررات، ثم تحديد استراتيجيات التدريس المناسبة، ثم تحديد أساليب التقويم المناسبة، وبالتالي نستطيع أن نبدأ بقياس هذه النواتج. طبعا تحتاج إلى مراجعة دورية، تدريب سريع. ما رأيك في نواتج التعلم التالية؟ لدينا معرفة وفهم، يحفظ النظريات، يتذكر المصطلحات، يذكر أنواع علم النفس التربوي، وكمهارات يطبق النظريات الخاصة بعلم النفس التنموي، سوري، يحلل بعض الحالات المتعلقة بعلم النفس التنموي، ويعدد فروع علم النفس التنموي. ما رأيك في هذه النواتج؟ تفكير قليل ونجد أن يحفظ ويتذكر هذه أفعال غير قابلة للقياس. يحفظ، هذا عملية تتم داخل مخ الطالب أو عقل الطالب، لا نستطيع قياسها، لا تظهر لنا كمقيمين. يتذكر مصطلحات، هذه تجمع بين، أولا يتذكر، هذه عملية عقلية داخلية لا نستطيع قياسها، لا تظهر لنا. أيضا يتذكر مصطلحات، هذا يعني مصطلح فضفاض أو ناتج تعلم فضفاض، فيجب أن يكون محدد كما ذكرنا سابقا. رقم 3 مناسب جدا، ما في أي مشكلة. بالنسبة للمهارات، يعدد فروع علم النفس التنموي، طبعا هذا يفترض يكون في الجانب المعرفي، ما دام يعدد يعتمد على ذاكرة الطالب فهو ينتقل إلى الجانب المعرفي، وهذا هو التدريب السريع. التدريب الثاني، ما هي الأفعال المناسبة لكل من المعرفة والفهم والمهارات والقيم؟ ما هي مشكلة استخدام الأفعال التالية عند صياغة نواتج التعلم؟ طبعا ذكرنا قبل قليل، وممكن تعيد الفيديو اللي وراه لتعرف ما هي الأفعال المناسبة للمعرفة والفهم، ما هي الأفعال المناسبة للمهارات، ما هي الأفعال المناسبة للقيم. أما مشكلة استخدام الأفعال التالية، طبعا يفهم، يحفظ، يدرك، يلم، يتذكر، هذه جميعها أفعال أو عمليات تتم داخل عقل الطالب، لا نستطيع أن نقيسها لأنها لا تظهر لنا كمقيمين، فأنا نتجنب هذه الأفعال. تحديد نواتج التعلم يبدأ من الدرس الأول، وهذا مهم جدا. كأستاذ مقرر يجب أن أحدد نواتج التعلم في كل درس، من الدرس الأول أحدد نواتج التعلم، أبدأ بتحديد المهارات، ثم
المعارف ثم المهارات ثم القيم. أبدأ بالدرس الأول، أحدد المعارف ثم المهارات. الدرس الثاني بنفس الطريقة، معارف مهارات، أعرف في كل درس ما هي معارفي، ما هي مهاراتي التي أريد أن أنميها عند الطالب ثم أقيسها. بالنسبة للقيم سوف تناقش لاحقا بحكم يعني طريقة القياس المختلفة لهذه القيم. الاختبارات والأنشطة، طبعا هذه من ضمن الأمور التي نحتاجها لقياس نواة التعلم. يجب أن نحدد جزء خاص وواضح من الاختبار أو النشاط لكل نواة التعلم. عندما أضع نشاط أو أضع اختبار يجب أن أعرف كأستاذ ماذا يقيس هذا السؤال أو هذه الفقرة، أي ناتج تقيس. أيضا نحتاج إلى التنويع في الأسئلة والأنشطة ومستوى الصعوبة. مستوى الصعوبة تكون متدرجة، الطالب الضعيف له مجال يجيب، الطالب المتوسط له مجال، الطالب المتميز أيضا له مجال في الإجابة. التنويع من أجل أيضا شمولية الاختبار لموضوع المقرر أو موضوع المواضيع المقررة. مثلا في السؤال الأول يكون فقرة سهلة في المعارف، فقرة سهلة، فقرة أصعب قليلا، ثم فقرة متوسطة، بحيث جميع الطلاب لدي كل منهم يجد ما يجيب عليه. الطالب المتميز طبعا راح يجيب على جميع الأسئلة، الطالب الضعيف راح قد يحاول في الفقرة السهلة، الطالب المتوسط قد يحقق ألف وباء. مهم جدا أن يكون لدى الأستاذ المقرر جدول كهذا الجدول لكي يوفق بين نواتج التعلم لكل درس وناتج التعلم للمقرر. فهذا جدول رسم توضيحي أو فيديو توضيحي. لاحظ الآن في الدرس الأول يحدد الأستاذ المعارف والمهارات، تنتقل للجزء الثاني وهو النواتج التعلم الخاصة بالمقرر. أعرف مهاراتي ومعارفي التي يريد أن يحققها الطالب. هذا جدول آخر المعارف الخاصة بالدروس. الدرس الأول وجدت معرفة رقم 1-1، في الدرس الثاني وجدت مثلا معرفة رقم 1-2، الدرس الثالث وجدت معرفة تخص 1.3 وهي نواتج تعلم خاصة بالمقرر. الدرس الرابع وجدت أيضا أن هذا الناتج يرتبط بناتج المقرر. فإذن في 1-1 وجدت يعني نقطتين في الدروس تدعم هذا الناتج، والناتج الثاني وجدت نقطة تدعم هذا الناتج، والناتج الثالث وجدت أيضا موضوع معين أو جزئية معينة تدعم هذا الناتج. بنفس الطريقة نبني المهارات، نذهب للدرس الأول والثاني والثالث ونحدد المهارات اللازمة التي يجب أن نقيسها في هذا المقرر. إذن كما ترون هذه مصفوفة كاملة تسمى مصفوفة التعلم للمقرر، يتضح فيها جميع النواتج التعلم في كل درس. الدرس الأول يوجد فيه 4 نواتج، الدرس الثاني كذا ناتج أيضا، الدرس الثالث كذا ناتج، الرابع كذا ناتج، إلى أن أصل إلى نهاية المقرر. فتتضح الآن جميع نواتج التعلم في المقرر. عندما أريد أن أقيس ناتج تعلم 1.1 أذهب إلى هذا العمود، 1.2 أذهب إلى هذا العمود إلى أن أنتهي تماما. أما بالنسبة للقيم طبعا سوف تحدد لاحقا وسوف نتحدث عنها بطريقة مناسبة. كما ذكرت عندما أريد قياس هذه المهارات أو المعارف أذهب للعمود المحدد وأقيس ناتج التعلم المحدد من خلال هذه المواضيع من كل درس. في هذه الطريقة أستطيع أن أضمن شمولية الاختبار لمواضيع المقرر، بالإضافة إلى عدم إهمال نواتج التعلم في المقرر ووضع توازن أيضا بين هذه النواتج. أمثلة على الجانب المعرفي، أذكر كذا، أذكر 8 كذا، عدد مجموعة 20، أذكر أجزاء الحاسب، الأخ، هذه طبعا جميعها من تخصصات مختلفة تقيس الجانب المعرفي. لدينا الجانب المهاري لعدم التخصصات، طبق كذا، احسب كذا، اوجد كذا، اعرب الآية التالية، اوجد الخطاء النحوية الى اخره. طبعا جميع هذه الامور تقيس الجانب المهاري للطالب. الطالب يستخدم المعرفة السابقة لانتاج شيء جديد، وهي مهارة طبعا تعتمد على التحليل والتطبيق والتركيب والتقييم. طبعا هناك خطر كبير في بعض القياسات، إذا كان الطالب عندما يطبق المفهوم أو يطبق نظرية أو يحسب متوسط حسابي، إذا كان هذه المعلومات محفوظة مسبقا، حافظها الطالب، يعني زي أعرب الآية التالية، إذا كان الإعراب معضل للطالب مسبقا
وطالب حفظ هذا الإعراب وأتى في الاختبار أو في النشاط، فهي تقيس الجانب المعرفي وليس المهاري. تقيس الجانب المهاري فقط عندما نأتي بآية جديدة أو إعراب جديد أو معادلة جديدة، حيث الطالب فعلا يقيم أو يستخدم مهاراته لحل هذا السؤال أو الجزئية. هذه الطريقة مقترحة لتنظيم ورقة الاختبار أو النشاط، كما ترون السؤال الأول الثاني الثالث. أربط هذه الأمور بنواتج التعلم كأستاذ، أعرف المجال الأول يقع في الأخضر، المجال الثاني يقع في الجزء السفلي، فجميع هذه المجالات أستطيع قياسها بهذه الطريقة. إذا وضعت السؤال الأول يخص ناتج تعلم محدد، السؤال الثاني ناتج تعلم محدد إلى آخره، إلى أن أنتهي من هذه هذا النشاط أو هذا الاختبار. نأتي الآن لتوزيع الدرجات. كيف يتم توزيع الدرجات؟ على أي أساس؟ السؤال الأول أعطيه مثلا من، إذا كان الاختبار من 100، أعطي السؤال الأول 20 ولا 10 أو 15، بناء على ماذا؟ طبعا في آلية معينة لحساب الوزن النسبي للنواتج. فيما يخص القيم، طبعا لها طريقة للقياس وسوف نتحدث عنها في هذا الفيديو إن شاء الله. فيما يخص القيم، القيم كما ترون تقيم من خلال بطاقات ملاحظة مباشرة. إذا كلفت الطالب بأعمال منزلية، أعمال فصلية، عروض صفية، أعمال جماعية، أبدأ أقيم الطالب، أضع أصمم بطاقة خاصة لتقييم الطالب وبالمقياس الخماسي كما ترون. هذا هو المقياس الخماسي. قيمت الطالب على الجزئية الأولى 3، التقييم على الثانية 4، إلى آخره في الأخيرات 5. كيف أجمع النتيجة النهائية؟ كيف أقيم الطالب؟ كما ترون لدي الآن 8 عناصر، ومقيم كل عنصر مقيم بطريقة معينة. لدي مثلا 5 أو 4 خانات، 4 عناصر حصلت على 5، و3 عناصر حصلت على 4، وعنصر واحد حصل على 3. إذن أضرب 5 × 4 + 4 + 3 + 3 = 1، المجموع سوف يصبح 20 + 12 + 3، المجموع 35 الإجمالي. تقسم 35 على عدد العناصر فأحصل على هذا الرقم 4.37. طبعا هذا من 5. استخرج النسبة المئوية بتقسيم 4.3، 4.37 تقسيم 5 أحصل على 87%، وهو تقييم الناتج الخاص بالقيم إذا كان ناتج واحد. طريقة الوزن النسبي، الوزن النسبي مهم جدا. لكل مخرج يجب أن يكون هناك وزن نسبي معين. كما ترون لدي مثلا، طبعا أعتمد على عدد الساعات لاستخراج الوزن النسبي. كيف أقيس الآن؟ لدي مثلا المخرج الأول قضيت فيه أنا وطلابي 4 ساعات، المخرج الثاني 4 ساعات، المخرج الرابع 10 ساعات، كيف أحسب الوزن النسبي؟ طبعا طريقة سهلة جدا، هذا هو الوزن النسبي. كيف استخرجناه؟ أقسم 4 ساعات × 45 يظهر عندي 8.9، وهذا هو الوزن النسبي المخرج 1:1. كيف استفيد من هذا الوزن؟ طبعا يخصص لهذا الناتج 9% من الاختبارات أو الأنشطة. إذا اختباري من 10 وكنت أقيس هذا الناتج، أخصص له 9% فقط أو من هذا النشاط أو الاختبار أو الأسايمنت. بنفس طريقة بقية العناصر، مثلا 2.1 هذا مخصص له 22% لأن وزنه 10، فأخصص له 22 من الاختبار أو النشاط أو ما شابه ذلك. طبعا الدرجات سوف تصبح بهذه الطريقة، يعني الآن أضرب 8.9 ضرب 60 راح أحصل على هذه الدرجة، أضرب 22% ضرب 60 سوف أحصل على هذه الدرجة، وهلما جرى. طبعا هذا الجدول بعد التعبئة، هذا جدول القياس، قياس الطلاب. لدي الآن مثلا 12 طالب وهذا هو الوزن النسبي كما ترون بالأحمر، الوزن النسبي للنواتج التعلم. طبعا الدرجات مبنية على الوزن التقريبي للناتج، ظاهر عندنا في الشريحة السابقة 8.9، سوينا راوندينج إلى 9، وهلما جرى لبقية الأوزان النسبية بحيث نحصل على 100 كدرجة نهائية.
كيف أستفيد من هذا الوزن النسبي؟ الآن مجموع أو متوسط مجموع درجات طلاب، لاحظ الآن 8.78، متوسط طلاب 7 أو 6.7، تقسم هذه على الوزن النسبي وأحصل على 74% وبقية الدرجات بنفس الطريقة. من خلال الفصل الدراسي أو الترم الدراسي لدي مثلا الناتج الأول 1.1، حصل طلابي في الكويز على 78%، في الميدترم 80%، في الفاينل 75%. إذا متوسط هذه الأعمال في المخرج الأول 78%، وأضع بقية العناصر بنفس الطريقة بحيث أحسب متوسطات النتائج وأقيس نواتج التعلم. كما ترون الجانب المعرفي المهاري ثم القيم، تقاس ويحسب لطالب درجته في نهاية الفصل. هذا طبعا مثال من تقرير مقرر. كما ترون نضع المستهدف للنواتج التعلم، هذه نواتج التعلم المعارف والمهارات والقيم، استهدف رقم معين. هذا المستهدف يبنى على أداء الطالب أو أداء طلابي في الفصل الماضي. طلابي مثلا حقه 90، راح استهدف مثلا أضع استهداف مثلا، أو حقه 88 راح استهدف 90 بحيث أطور المستوى. 80 أيضا و85 هذه بنيت بناء على الأداء المرجعي السابق، وهذه بنيت أيضا على الدرجات السابقة. فغالب الدرجات السابقة تكون أقل من المستهدف، بحيث فعلا يعني أتمنى الطلاب يحق أكثر من المستهدف أو أكثر من المستهدف الماضي أو الأداء الفعلي في الترم الماضي. فغالبا تكون الفعلي في السنة الماضية أو الفصل الماضي أقل من المستهدف. أما المستوى الفعلي يعكس أداء الطلاب فعليا في الاختبارات والأنشطة والمقرر بشكل عام. طبعا يحدد المستهدف بناء على الدرجات السابقة بما لا يزيد عن 10%. لماذا؟ إذا طلابي حققوا مثلا 60% وأرغب أني أحقق لاحقا 90%، المعدل كبير جدا لا أستطيع. ف10% يعني أمر ممكن تحقيقه، لذلك يكون المستهدف الجديد بما لا يزيد على 10% بحيث يمكن فعلا تحقيقه. شكرا لكم، ونتمنى أن أفدناكم في هذا الفيديو. طبعا لمزيد من المعلومات أو فيما يخص الجودة وتقارير المقررات وأعمال الجودة بشكل عام، ممكن زيارة الموقع على اليوتيوب Evaluation Quality، هذا اسم القناة. وبارك الله فيكم، ونراكم في فيديو آخر إن شاء الله.